هنتكلم على listening part A، هنتكلم على effective strategies والtricks اللي احنا نستخدمها. contents بتاعت البريزنتيشن هنتكلم على overview على part A، listening part A، difficulties اللي حطوها دايما في طريقنا عشان ما نوصلش للنتيجة المطلوبة في part A listening، tactics اللي هنستخدمها والstrategies والstudy group اللي احنا هنمشي عليه. اول نقطه نتكلم عليها على listening part A overview. زي ما انتم عارفين ان listening part A عباره عن 2 تكستس 24 سؤال، لان 12 سؤال على كل تكست تاخد 15 دقيقه. كل الاسئله gap filling، يعني لازم هتكتب الاجابه. فانت في الحاله دي هتلاقي عندك انك لازم تسمع وتقرا الاسئله، تختار الكيوردز وانت بتسمع تختار الانسر بالظبط وتكتبها بشكل كلير. طيب الديفيكولتيز اللي هم بيعملوها طبعا زي ما انتم عارفين وزي ما اتكلمنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت انها كلها عباره عن جاب فيلينجز. فبالتالي انت بالظبط زي لاعب السيرك، لازم ان انت تسمع وتلقط الاجابه والاول تقرا الاسئله وتحدد ايه النوع الاجابه، وفي نفس الوقت الاسئله تجاوب عليها وتكتبها بشكل سريع. فبالتالي هلاقي انها تايم مانجمنت مهم جدا ان انت تقدر تقسم وقتك، لان استحاله ان اي حد يقدر يسمع ويركز في السمع ويركز في الكتابه في نفس الوقت، وبخاصه الاسئله بتبقى ورا بعضها. واخطر حاجه في الليسننج ان هو انت بتسمع مره واحده، فبالتالي all or none، يا اما تقدر تجاوب او ما تجاوبش كل سؤال. طيب الديفيكولت زي ما قلنا ان اكتر من 50% من الاسئله بتبقى على بارت A، وبالتالي ده اللي خلانا اننا نقول اننا بنركز على listening part A دلوقتي، لان لو قدرت تجاوب part A بشكل كويس فانت جاوبت اكتر من 57% من listening exam. وفي نفس الوقت انتوا عارفين ان احنا لازم نجاوب السؤال بالظبط زي ما بنسمعه، بنجاوب على بيجيب نفس الكلمة. طيب ايه اللي احنا هنعمله او ايه الخطة بتاعتنا؟ احنا هنقول دلوقتي 6 tricks و6 استراتيجيز هما بالظبط ان شاء الله يخليك تقدر تجاوب تقريبا 100% من listening part A. وفي لو انت اشتركت معنا في الستادي جروبس هنطبقها مع بعض وهنشوف قد ايه هي فعاله. هنتكلم بقى في اول حاجه اللي هي البيزك تريكس اللي هي اللي لازم اننا نمشي عليها. اول حاجه زي ما انتم عارفين هو عباره عن 2 اكستراكتس، كل واحد عليه 12 سؤال، وقبليها عباره عن 30 ثانيه. فبالتالي في ال 30 ثانية اللي قبل كل فقرة لازم ان انت تقدر تحدد تقرا السؤال وتحدد ايه الاجابة ممكن تكون ايه. فبالتالي انت بتستعد وعندك 30 ثانية تقرا 12 جاب تقدر تحدد فيهم ايه الاجابة بالظبط. التريك الثانية، يبقى انت في اول تريك هنحدد ايه الاجابات في اول 30 ثانية، هنستغل ال 30 ثانية. التريك الثانية ان انت لازم تشوف الهيدنج والسب هيدنج والكيوردز، لان بناء على الهيدنجز والسب هيدنجز تقدر تحدد الاجابة ممكن تكون ايه. فدي مهمة جدا لانها من اكتر الحاجات المهمة. تالت تريكس ان خلي بالك انت مش بس عندك 30 ثانية، ده انت عندك كمان انترودكشن في الاول قبل الفقرتين عبارة عن 90 ثانية. فقبل اول فقرة، قبل اول تكست في بارت ايه، بيكون عندك ال 30 ثانية المعتادة اللي هي تقرا فيها الأسئلة و 90 ثانية تانيين بالإضافة لل 30 ثانية اللي قبل التكست التاني. فبالتالي أنت عندك تقريبا دقيقتين قبل التكست الأولاني ونص دقيقة قبل التكست التاني. ودي نقطة مهمة جدا إننا نقدر نستغل الدقيقتين دول إننا نقسمهم. فأول دقيقتين دول دقيقة كاملة للتكست A، ودقيقة كاملة نقرا التكست B أو التكست التاني اللي هو كل ده في فقرة A. يبقى في اول دقيقتين هنقسم الدقيقتين الاولين اللي هم قبل تكست A اننا هنقرا الاسئله بتاعه تكست A، ونقرا كمان الاسئله بتاعه تكست رقم 2 اللي موجود في بارت A. طيب مهم جدا ان انت تخمن. ازاي تخمن؟ ان انت لازم تخمن في كل فراغ من الفراغات الموجودين وانت بتقرا الاسئله، هل يا ترى هو عباره عن symptoms او diagnosis او frequency او investigation او treatment او job بتاعت البيشنت او whatever. وبالتالي هنعمل علامات اننا في كل فراغ هنكتب بالظبط. ودي التريكس، واحده من التريكس اللي احنا نستخدمهم، اننا لازم نعمل قبل كل فراغ ايه عباره عن، نخمن ايه الحاجه الموجوده، ما تخليهاش تخمين في دماغك،
اكتبها قبل الفراغ. symptoms, diagnosis, frequency. طيب ولو هو مش حاجة من دول فاحنا لازم نكتب هل يا ترى هي noun ولا verb ولا adjective ولا adverb، وبرضه هنكتبها قبل كل فراغ. يبقى احنا اتفقنا ان احنا في الدقيقتين دول هنقسمهم دقيقة نقرأ التكست الاولاني، والدقيقة التانية اللي قبل التكست الاولاني هنقرأ برضو التكست التاني، الاسئلة اللي موجودة بتاعت التكست التاني. وبالتالي يبقى كده قسمنا الوقت، وفي نفس الوقت هنكتب علامة ايه الموجودة، التخمين بتاعنا ايه. ما تحفظهاش في دماغك لكن اكتب ايه اللي ممكن يكون، هل هو treatment, investigation, whatever. طيب التريك اللي بعد كده رقم 5 اللي هو listening time، ان انت لازم ان انت listening time هتخمن ايه الحاجة الموجودة، وفي نفس الوقت تكتب زي ما احنا اتفقنا symptom ولا sign ولا اي حاجة. يبقى وقت listening، يبقى الفترة اللي قبل listening قلنا احنا هنكتب symptoms او signs او هنعمل علامة، بس وقت listening مش هتعمل حاجة غير ان انت تخمن الاجابة. يبقى وانت بتسمع انا هسمع treatment، فقاعد مركز treatment 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 وانت بتسمع، او diagnosis diagnosis diagnosis. فبالتالي يبقى انت بتركز في الوقت ده بس على التخمين وتكتب، فبالتالي ما بتعملش زي لعب السيرك، مش بتقرا وتحدد، لا انت بتخمن بالظبط وتكتب. طيب التريك اللي بعد كده اللي هي الاخيره اللي هي شورت فريز، ان هو يبقى عندك ثلاثه تاكتكس. اول حاجه انت تنظم وقتك زي ما اتفقنا، الدقيقتين اللي قبل الفقره الاولى والثانيه هنقرا ايه الاجزاء المطلوبة، وهنحدد هو symptoms, diagnosis, investigation, whatever، وهنعمل العلامة بتاعت symptoms او diagnosis. يبقى وقت السبع مش هعمل حاجة خالص غير ان انا اخمن ايه هو investigation. يعني انت بتسمع، انا ما بيهمنيش اي حاجة غير انا عايز اسمع بس investigation، انا مش عايز اسمع الا بس symptoms. يبقى في الحالة دي هتبقى انت بتخمن حاجة بسيطة ومحددة، وهتبقى بتكتب بالظبط symptoms اللي هتسمعها او الحاجة المطلوبة. يبقى الشورت فريز او الحاجه الموجوده او التاكتكس تايم مانجمنت ان انا اشتغل بهذا الشكل. بعد كده زي ما احنا عارفين او ام جي او ماي جاد عباره عن اختصار، فوانت بتكتب الفراغ وانت بتسمع ما تكتبش كلمه كامله. يعني لو كانت دايابيتس ميليتس مثلا هي دي الاجابه، ما تكتبش دايابيتس ميليتس، اكتب دي ام. لو كانت هايبرتنشن اكتب اتش تي ان هايبرتنشن. يبقى انت هتكتب الإجابة اختصارات وانت بتسمع. ليه؟ لان اوقات بتلاقي اجابات ورا بعضها، فلو الاجابات ورا بعضها على ما تكتب هايبرتنشن او دايابيتس ميليتس هتكون عدى الإجابة الثانية والثالثة. ودي واحدة من التريكس اللي هم بيعملوها دايما، بيصعبوا فيها الإجابة، ان يبقى حاجات ورا بعضها وتبقى جملة كبيرة او الكلمة اللي هتكتبها كبيرة. ففي الحالة دي اتفقنا تايم مانجمنت واكتب اختصارات، واستغل اخر دقيقتين، لان هديك في الاخر الليسننج دقيقتين عشان تكتب الاجابه او تصلح الاجابه بتاعتك. يبقى ترجع تفرد الايه الابريفيشنز اللي انت عملتها. ليه اهميه القصه دي؟ بعض الابريفيشنز اكسبتد، يعني لو كتبت دايابيتس ميليتس دي ان ممكن تتقبل، هايبرتنشن اتش تي ان ممكن تتقبل، بلاد بريشر بي بي ويتش از اوكي. عشان كده دول الستة تريكس اللي احنا بننصح بيها. طيب لو انا ما عملتش التريكات دي هواجه مشاكل كبيره جدا. اول حاجه زي ما قلنا، لو انا ما حددتش ايه الفراغ ده وقلت هو سيمتوم ولا ساين ولا اي حاجه، بقيت زي لاعب السيرك، هبقى عايز اسمع وعايز احدد ايه الاجابه وعايز اكتبها وعايز اركز وانا بسمع، يبقى في الحاله دي مش هقدر اعمل. يبقى بالتالي لازم نستخدم التريكس اللي احنا قلناها دول. تاني حاجه، دي حاجه خاصه بالعقل البشري. لو انت بتسمع حوار وفي نفس الوقت ما لحقتش تكتب، طيب وعايز تكتب تاني، الجزء اللي موجود هتلاقي عقلك اوتوماتيك بيعمل بارافريزنج، يعني هيكتب المعنى لكن مش هيجيب نفس الكلمه بالظبط اللي انت سمعتها، ودي تعتبر غلطه. يعني لو انت كتبت عملت بارافريزنج للحاجه اللي انت سمعتها، فدي هتبقى اجابه غلط ولو انها نفس المعنى. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا، عشان كده لازم تعمل التريكس اللي احنا قلناها. طيب كده احنا خلصنا الستة تريكس. طيب ايه الستة الاستراتيجيز اللي احنا هنستخدمهم؟ هما كالتالي. اول استراتيجي هنعمل فوكس على الكي ووردز. طبعا زي ما انتم عارفين كي دبليو اختصار للكي ووردز. طب هل يا ترى كل الكي ووردز زي بعض؟ لا طبعا، في نوعين من انواع الكي ووردز. اول حاجه اللي هي كونستانت كي ووردز. يعني ايه كونستانت كي ووردز؟ كي ووردز هم ما يقدروش يغيروها، زي مثلا اسم مرض دايابيتس ميليتس ما يقدرش يغيره، اسم تريتمنت
زي ميسوتريكسيت، ما يقدرش هو يغير او يعمل تغيير لكلمه ميسوتريكسيت. فبالتالي ليه؟ لان ده اسم دواء. فبالتالي لازم ناخد بالنا ان اول حاجه في نوعين من انواع الكيوردز. اول حاجه كونستنت كيوردز اللي هو ما يقدرش يغيرهم او يقدر يغير في مضمونهم، ليه عباره عن اسم مرض او اسم ميديكيشن او حاجه زي كده. تاني حاجه تشينجينج كيوردز. يعني ايه تشينجينج كيوردز؟ يعني زي مثلا بعض الكيوردز انت هتحدده هتلاقي مثلا هيوج هيوج، ممكن تلاقي هو يقولها في الشريط عباره عن بيج، ممكن يقول ماسيف، يقدر يقول مور ذان اكسبكتد، حاجه زي كده. فبالتالي يبقى احنا في نوعين من انواع الكيوردز، بعضهم كونستانت مش هيغيرها، وبعض الكيوردز اللي هو هيغيرها او يعمل لها بارافريزنج عشان يصعب لك الليسننج. طيب في الحاله دي هنقول ايه الاهميه بتاعت الاثنين؟ الاثنين مهمين. الكونستانت كيوردز مهمه لان انت الكيوردز اللي هي مش هيقدر يغيرها دي بتقدر تحفظ لك مكانك وانت بتسمع، عشان لو انت فاتك سؤال او خلصت السؤال ده وسمعت الكونستانت كيوردز يبقى معناه ان انت هتخش على السؤال اللي بعده، فدي بتخليك دايما تحفظ مكانك او تقدر تتابع وانت بتسمع عشان ما تتوهش وما يحصلش بالنسبه لك مشكله. طيب تاني حاجه، طيب ايه الاهميه بتاعت التشينجينج كيوردز؟ ان انت بتسمعها وفي نفس الوقت اما تعرف انها تشينجينج كيوردز فانت بتسمع تبقى عارف ان هو ممكن يغيرها. ليه؟ لانها ما هيش اسم، لان الاسم ما يقدرش يغيره، ولكن لو هي كانت فعل او كانت ادجكتيف او ادفيرب فهو ممكن يغيرها. طيب تتوقع ايه المور فريكوينت؟ ايه اكتر حاجه الكونستانت كيوردز في السؤال او في الليسننج او التشينجينج كيوردز؟ طبعا التشينجينج كيوردز هي اللي بتكون اكتر، الكونستانت بتكون قليله لان هو بيحاول يهرب من الايه الكيوردز اللي انت تعلمها في السؤال وهتسمعها زي ما هي بالنص. فبالتالي توقع ان انت تلاقي اكتر تشينجينج كيوردز. طيب ايه اهميه الاستراتيجي دي؟ ان انت وانت بتحدد الكيوردز تبقى عارف دي كيورد مش هيغيرها يبقى لازم اسمعها بالنص، ودي كيوردز هو ممكن يغيرها فانا بسمع ببقى عارف ان انا ايه ممكن يغيرها. يعني مثلا زي سمول هتلاقيه يقولها تايني، يقول ليتل، نوت سو ماتش، يقدر ان هو يغيرها. فبالتالي مهم جدا ان انت تبقى عارف الكيورد اللي انا بحددها في السؤال هل يا ترى هي كونستنت كيورد او تشينجينج كيورد. طيب ايه الاستراتيجي الثانيه؟ وين يو هير ذا بيب ساوند، زي ما اتفقنا احنا هيبقى عندنا في دقيقتين قبل الاثنين تكست، الدقيقتين دول هنقرا الكيوردز بتاعت تكست 1 وتكست 2، فاحنا هنقرا الاثنين بس بمجرد ما تسمع البيب ساوند وقف على طول وركز في اول تكست لان في الحاله دي هتحصل مشكله. يبقى انت اول دقيقتين هتسمع الكيوردز او هتقرا الاسئله بتاعت اول تكست وتاني تكست، ولكن لو سمعت الصفاره بتاعت البيب بتاعت ان هنبدا في اول تكست تسيب كل حاجه في ايدك وتخش مباشره على تكست واحد عشان ما يضيعش منك. ودي بالظبط الاستراتيجي رقم 2. الاستراتيجي الثالثه بقى ان انت لازم تبقى confident in your answer، لان وجد ان اكتر حاجه بتحصل مشكله بالنسبه للناس ان هو اول ما بيجاوب سؤال يبتدي يقول ايه صح ولا غلط، يقوم يبتدي يرجع تاني لنفس السؤال اللي هو جاوبه صح ولا غلط اثناء ما هو بيسمع، ودي غلطه بتحصل كتير. فبالتالي بمجرد ما انت تمسك الاجابه بتاعت اي سؤال خلاص خش على السؤال اللي بعده او اقرا الكيورد بتاعت السؤال اللي بعده عشان تركز فيها، فبالتالي تبقى ماشي دايما بانتظام. ليه؟ لان انت لو انت تنيتك تقول ايه طب السؤال ده صح ولا غلط والتانيك تركز فيه هتعمل زي المشكله بتاعت الدومينو، ان انت لو غلطت سؤال او هتحاول تتاكد من سؤال هتبص نفسك تفوت سؤالين ثلاثه بعده. فبالتالي بمجرد ما تاخد الاجابه بتاعت اي سؤال او تملى اي فراغ على طول خش على الفراغ اللي بعده عشان تجاوب السؤال بتاعه. تمام؟ طيب ولو انا ما عرفتش السؤال مش مشكله، خش على السؤال اللي بعده، لو هو فاتك سؤال من الاسئله خش على السؤال اللي بعده مفيش مشكله خالص. ليه؟ لان انت دايما لازم تركز في سؤال او اتنين لقدام، يعني اقرا الكيوردز بتاعت فراغ او اتنين لقدام عشان ما يحصلش فيك اللعبه اللي بيعملوها بتاعت اوراق الدومينو، ان انت لو غلطت في سؤال او اتلكعت شويه او اتاخرت في اجابه سؤال ممكن تضيع سؤالين ثلاثه بعده.
السبيلنج ميستيكس مفيش مشكله خالص بالنسبه للسبيلنج ميستيكس بالنسبه للليسننج بالنسبه للاو اي تي عكس الايلتس. طيب الاستراتيجي اللي بعديها دونت فيكسيت يور مايند، يعني ما تقفلش دماغك. ازاي يعني؟ لو انت ما فهمتش كلمه وانت بتسمعها، ما فهمتش كلمه او ما فهمتش سيجمنت وانت بتسمع، مش مشكله، ما تفقدش تركيزك، لان دي من ضمن الحيل اللي هو بيستخدموها، اللي هو البيشنت بيوصف المرض بتاعه او الاعراض بتاعته بالبيشنت لانجويج. بيشنت لانجويج شويه مختلفه، يعني ممكن يقول لك اي فيل باترفلايز ان ماي بيلي، فانت يعني ايه باترفلايز ان ماي بيلي؟ فبالتالي دي بيشنت اكسبريشن. لما تسمع اي اكسبريشن او حاجه مش سامعها لا تفقد تركيزك وركز، مهم جدا. طب لو انت ما قدرتش تجاوب سؤال مش مشكله، ليه؟ لان انت مطالب ان انت عشان توصل بيه تجاوب 30 سؤال من ال 42، فايه يعني فقدت اجابه سؤال او اثنين؟ لان دي نقطه مهمه جدا، لان دايما بيحط لك كلمه صعبه او البيشنتس لانجويج وبعديها تلاقي سؤالين ثلاثه ورا بعض على طول من غير ما يكون بينهم فراغ، فبالتالي بتبقى دي من النقط المهمه. الاستراتيجي الخامسه don't forget what you have listened a moment before. طيب ايه المقصود بيها؟ الاختبار ده عباره عن ميموري شورت ميموري تيست، يعني ان انت لازم تسمع وفي نفس الوقت تبقى انت مركز، يعني تخلي كل تركيزك في الفراغ اللي موجود. انا بركز على انفستيجيشن، بسمع انفستيجيشن انفستيجيشن، طول ما انت بتسمع انفستيجيشن. يعني ليه؟ لان انا حددت ان دي انفستيجيشن، الفراغ ده محتاج انفستيجيشن، يبقى انا بركز بالظبط. طيب بمجرد ما لقيت الانفستيجيشن امسح الذاكره بتاعتك وخش على، او اعمل ريفريشمنت للذاكره وخش على السؤال الثاني. برضو نفس الحكايه، هنا الفراغ ده المفروض تريتمنت، يبقى انا لازم اركز تريتمنت. سيبك بقى لو هو بيتكلم في سيمتوم، لان انا كاتب ان الفراغ ده تريتمنت، وهكذا. دايما امشي بهذا الشكل. طيب الاستراتيجي السادسه والاخيره thoroughly familiarize yourself with each individual part، لان زي ما اتفقنا ان كل بارت مختلف عن البارت اللي بعده. يعني ما تجاوبش او ما تمرنش نفسك على الليسننج تيست كله مره واحده، لا، اعمل زي ما انت ما احنا بنعمل في الاستادي جروب، ان احنا دلوقتي زي ما النهارده كده بنعمل ايه الاستراتيجي بتاعت ليسننج بارت ايه، وبنطبقها وبنمشي عليها، وبعد كده نعمل براكتس في الجروب يوم او يومين او ثلاثه على ليسننج بارت ايه. ما بنعملش اي فول ليسننج، لا، ليسننج بارت ايه بس. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان ليسننج بارت ايه 24 سؤال كلهم جاب فيلينج، فبالتالي انت مهم تسمع وتحدد الكي وورد الاول، قصدي تحدد الكي وورد وبعد كده تسمع وبعد كده تكتب الاجابه، لان كل الاجابات عباره عن تكتبها، فبالتالي انت محتاج تحديد كي ووردز بسرعه، سمع بتركيز عالي جدا، كتابه بسرعه كمان. وبالتالي دي محتاجه مهاره في السمع والكتابه بشكل كبير جدا. بارت ايه؟ بارت بي وسي، لا انت ما بتكتبش، بي وسي انت بتختار ايه، او بي او سي في الاجابه. فبالتالي بارت بي وسي في الليسننج بيبقى ليهم استراتيجي ثانيه مختلفه عن ليسننج بارت ايه. فبالتالي لازم ان انت تمهد نفسك على ليسننج بارت ايه بس دلوقتي، وبعد كده هنقول الاستراتيجي بتاعت بارت بي، وبعد كده نطبقها وهكذا. ليه؟ لان انت لما بتعمل براكتس لكل سب تيست انديفيدوالي، بالتالي انت بتمرن نفسك ان انا في الفتره دي انا بركز على سرعه الكتابه وسرعه لقط الايه اجابه السؤال، انما في البي والسي لا، انا لازم اشوف عقليه تحليليه عشان اقدر احلل الاوبينيون او الجيست او هكذا. لان زي ما اتفقنا ديفرنت سب تيست محتاج ديفرنت ستراتيجيز. طيب الديفرنت ستراتيجيز تاكتكس، احنا كده خلصنا الديفرنت ستراتيجيز تاكتكس بتاعت ليسننج بارت ايه، وبالتالي هنبدا الخطوه الجايه ان شاء الله. اللي معانا في اللي هيشترك معانا في القناه وفي الاستادي جروب هيلاقي ان احنا بنطبق الاستراتيجيز دي وقد ايه هي فعاله، لدرجه ان بنقدر نوصل ل 100% من اجابات بارت ايه. يعني تقريبا خدنا اكتر من نص اجابه الليسننج في بس بارت ايه. طيب ازاي احنا نقدر نشترك في الجروب؟ زي ما قلت لكم نشترك، بنسمع الاول كل يوم في الاستادي جروب، بنقدر نسمع واحد من الهيلث ريبورتس عشان نمهد اذننا على اننا نقدر نعمل براكتس ديلي على الليسننج.
البراكتس جروب زي ما اتفقنا هنشترك في اليوتيوب شانل اللي احنا بنسمع منها دلوقتي، وفي نفس الوقت هنشترك مع بقيه الشانلز. هنعمل تقريبا كل يوم انتر اكتيف زوم ميتنج، هنعمل كل يوم ديلي هوم وورك كلنا، بس طبعا زي ما اتفقنا هنعملها دلوقتي على ليسننج بارت A لاننا خدنا الاستراتيجيز تاكتكس. زي ما قلنا اليوتيوب شانل هنشارك وهنشترك في القناه ونقدر نتابع فيها الفيديوز. واتساب ستادي جروب عشان نقدر نتابع في الليسننج بارت A بس دلوقتي لغايه ما نشوف بقيه الاجزاء. تيليجرام برضو جروب عشان نعمل براكتس اكتر واكتر. فيسبوك جروب، ودي اللينكس بتاعت كل الكونتاكت شانلز بالنسبه لنا. بشكركم جدا ونرجو ان انتم تتابعوا دايما معانا. شكرا والسلام عليكم ورحمه.